كابتن عادل، في الصراع على القمة وفي الأمطار الأخيرة خسارة نقطتين درس قاسي جدا في وقت صعب جدا. طبعا اللي بيضيع يلاقي على طول، كرة القدم كده، هتضيع جوان هيدخل في الجول بغض النظر لعبت حلو لعبت وحش. مفترض انك انت تنتهز فرصة ان فرقة الاسماعيلي انت افضل منها فنيا، انت كنت افضل منها بدنيا. الشوط الاولاني ضيعت يجي 3 4 اهداف، الشوط الثاني ضيعت يجي 7 8 اهداف، يعني انت مضيع حوالي 10 اهداف. مفترض انك انت تجيب منهم واحد تكسب. خلينا نتكلم بايجابيه، انت بتضيع جوان كتير، ده واحد. اتنين، انت كمان ما بتعرفش تدافع كويس بالشكل اللي انت مفترض انك تدافع بيه. عيب قوي ان نفس الخطا مرتين مع البنك الاهلي ومع الاسماعيلي يحصل كده. ايوه ازاي يعني؟ يعني في وظيفه للمدافعين ان هم يمنعوا هدف، وفي وظيفه للمهاجمين اللي هم يجيبوا هدف، وفي وظيفه بينيه بتاع نص الملعب، واحد يمنع يشتغل في منع الهدف ويشتغل في احراز الهدف. احنا خلينا نبقى منطقيين، لما بتضيع اهداف محمد شريف خرج من عندك، المتمرس في الاهداف محمد شريف يجب كان لعيبه النادي الاهلي تنتهز فرصه ان هي تجيب جول واثنين وثلاثه واربعه، وده اللي ينقصنا يا كابتن ايمن بقى لنا فتره. الحته الثانيه المهمه انك انت في صراع. معلش هستوقفك عند النقطه دي يا كابتن عادل واقول لك ايه. في مباريات كتير جدا انت بتبقى كسبان خارج ولا لا 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 انا بكلمك اتفضل. انت كسبان واحد، انت كسبان المكسب في ايدك حلو. انت كفريق كبير كنادي اهلي بتلعب على بطوله تمام، ممكن الماتش يخرج 1-0 او ممكن يخرج بفرق هدف كابتن، ممكن انا لقيت ايوه حصلت قبل كده وخدنا دوريات كتير قبل كده. كابتن قلت لك في كلامي ماشي فضل. فرقه الكوره بتتقسم ثلاث فرق جوه الفرقه الواحده، ايوه، فرقه بتدافع وفرقه بتهاجم وفرقه بينيه. ماشي، انت جبت جون يعني المهاجمين كسبوا واحد، ماشي، المدافعين خسروا واحد. انت فهمتني يا كابتن؟ انا مش دعوه بالنتيجه اللي انا جبت جون، انا ليا دعوه امنع جون يجي فيا. تمام، علشان كده بقول لك في دوريات بتتحسم بفكره انك انت تجيب هدف وتدافع كويس قوي طبعا، و تجيب التاني والتالت لان الفرقه تندفع اللي قدامك. ايوه، انت ما عملتش كده، انت بتهاجم بتهاجم بتهاجم، رغم انك بتهاجم ده قدره النادي الاهلي اوكي، بس احرز احرز احرز، انت ما بتحرزش اهداف. او خلي بالك، حافظ، حرص، وقف صح، دافع كويس. ده اللي بنتكلم فيه يا كابتن ايمن. انا بقول ايه دايما، المدافعين ليهم وظيفه واحده هو اسمه باك يمين، ماشي، يعني يدافع واحد ورا علشان يمنع هدف، سرد باك عشان يمنع هدف، راس حرب عشان يجيب هدف ويدافع كمان يمنع هدف. أيه، مش بواليا كان بينزل محمد شريف بينزله في الكورنر وبيقفوا على الستة ياردة. بس اللي انا عايز اقوله، بس ده وضع طبيعي في كورة السبت. انا فاهم يا كابتن، بس اللي انا عايز اقوله ايه، اللي انا عايز اقوله ازاي احنا بيبقى عندنا الاخطاء السهله قوي دي اللي بتضيع مننا بنقط. هي ده المهم. انت وصلت العمليه في الوقت الحالي اللي مزعلني ان الكوره مش برجليك دلوقتي. يعني احنا طول الوقت في رجلينا، نكسب المباريات كلها، نكسب بغض النظر عن المنافس، لكن انت في الوقت الحالي انت شغال هتبقى رد فعل. ايوه، المهم درس ونتعلم منه. لازم يا كابتن ايمن لما بيدخل فيك جون انت محتاج انك انت تتعادل وتجيب جون تاني، حاجتين. لما انت بتتعادل محتاج انك تكسب، لو انت كسبان 1-0 يبقى طول الوقت انت عايز تجيب التاني عشان تقضي على الفرقه امال الفرقه، انت ما بتعملهاش على فكره. قال لا، احنا بقالنا كام مباراه اعصابنا بتتحرق شويه، بنكسب المكسب اللي انا عايز اقول لك بعد صعبة. عناء شوية الهدف بتاعنا بيبقى صعب شوية يا كابتن أيمن، علشان كده بقولك إن الخسارة النهاردة البونتين في مثابة خسارة
المباراة مش تعادل، يعني أنا بعتبر التعادل في الوقت اللي احنا فيه زي الهزيمة، ولكن طبعا. ولكن في حاجة مهمة أنا عايز أقولها، كرة القدم علمتنا كتير، هنشتغل طبعا، هنجتهد لحد آخر ثانية، وعندي ثقة في الله كويسة وفي لعبتنا إن شاء الله، وصدقني يعني كرة القدم ممكن أنت كنت أفضل النهاردة وتعادلت في ممكن يحصل لا متغيرات بتحصل متغيرات في ثانية، فأنت طول الوقت تبقى متحفز تتعلم من أخطائك. عايز أقول لك النهاردة فرقت معانا ديانج قوي خروجه، ده حاجة مهمة جدا يعني هنتكلم فيها دي آه إن شاء الله بإذن الله. اتفضل لما تيجي تتكلم على الفني بإذن الله رب العالمين.